السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. ما تستغربوش، عادي الضيهار بيهرب 16 ساعة وصبح، وبعد نوعوكم مرة نصور مكان. على العموم في هذه الحلقة صوركم طريقة لحذف صور الاندرويد نهائيا من هاتفك، يعني لا يمكن استرجاعها حتى قمت ببيع هاتفك وكنت ترغب في بيع هاتفك الاندرويد. يعني ربما كنت تحتوي على صور عائلية في السابق أو صورك الشخصية ولا تريد لأحد استرجاعها وقمت بحذفها وتعتقد أنها مزحت، ولكن في داخلك أنت لازلت خائف وتقول أنه ربما يمكن استرجاعها وربما يسقط في يد أحد يرفعه إلى محله ويستطيع استرجاع الصور ويطلع على خصوصيتك وعلى صورك الخاصة والعائلية. في هذه الحلقة سأريكم برنامج